تأملات في أساس القرآن سورة الفاتحة. يرى البعض أن الدين الإسلامي ينقسم من حيث موضوعاته كدين إلى 1 عقيدة، مجموعة أفكار فلسفية وجودية يؤمن بها القلب. 2 أخلاق، أفعال وسلوكيات عامة خاصة بالحياة. 3 عبادات، أفعال خاصة برضاء الله وإعطائه حقه. 4 معاملات، أفعال خاصة بالعلاقة مع الآخرين وإعطائهم حقوقهم. ونحن نرى أن في هذا اختزال وتفنيد غير ضروري لجوهر وحقيقة الدين. فالدين برنامج سلوكي للإنسان يعمل بالمشاعر، برنامج كامل متكامل فيه ما هو اعتقاد قلبي وما هو أفكار عقلية وما هو أفعال تعكس الاعتقاد الشعوري والفكر العقلي في السلوك، سواء كان سلوكا فرديا أو اجتماعيا. وسوف نقوم الآن برحلة مع كتاب الله، محاولين الكشف عن موضوعاته وإلقاء الضوء عليها كنوع من التدبر والتفكر في العلامات أو الآيات. وأول ما نفتح المصحف نجد 7 المثاني أو سورة الفاتحة. وفي رأي آخر، 7 المثاني هم 7 سور الكبار الأوائل في المصحف: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة. والعودة الآن إلى كلام الله، القرآن، مطلوبة بشدة الآن لإعادة اكتشاف الإسلام بعد تزييفه وتحريفه برواسب ثقافية تاريخية سياسية حدثت في عصور ماضية مأزومة، ولإعادة تشكيل الذات الإسلامية بعيدا عن التشكل التاريخي الكاذب بفعل الاستبداد والاستعمار. يقول الإمام محمد الغزالي: هجر المسلمون القرآن إلى الأحاديث، ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال الأئمة، ثم هجروا أقوال الأئمة إلى أسلوب المقلدين، ثم هجروا أسلوب المفكرين وتزمتهم إلى الجهال وتخبطهم. فلا بد للعودة بين حين وآخر لكتاب الله. والغريب أنني اكتشفت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري في كتاب الأدب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعمل أمتي برها بكتاب الله، ثم تعمل برها بسنة رسول الله، ثم تعمل بالرأي، فعند ذلك ضلوا وأضلوا. سورة الفاتحة. وأتى ذكر الفاتحة في القرآن بقول الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. الحجر، الآية 87. ولكي نفهم كلمة مثاني علينا تتبعها في القرآن. الحجر، الآية 87: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وسميت المثاني لأنها تتكرر في كل صلاة. الزمر، الآية 23: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. تسنى فيه القصص والأحكام، تسنى فيه القصص والأحكام والحجج والبينات. وهناك من فسر المثاني بطريقة موضوعية على أنها 7 أجزاء: أمر، أأمر، وأنهي، وأبشر، وأنذر، وأضرب الأمثال، وأعدد النعم، وأنبئك بنبأ القرآن. وفي رأينا المتواضع، المثاني أي تثنية الواحد وجعل 2، وأرى أنها الهارموني الموسيقي في آيات الله، لأن تأثيره قشعريلة الجلود ثم ليانها. وللفاتحة أسماء عديدة: 1 سر القرآن وسرها في أوسطها، الحمد وطلب الهداية. 2 أم القرآن، فهي متن وكل سور القرآن شرح لآياتها. أم القرآن عوض من غيرها، وليس من غيرها عوض منها. 3 السبع المثاني، فكل آية كتاب تثنية لآياتها. 4 فاتحة الكتاب وفاتحة الحجب بما
منزلها وقدرتها. 5 الصلاة قسمها الله نصفين بينه وبين تاليها. 6 الكافية تكفي عما عداها ولا يكفي عنها غيرها. 7 الأساس فلا قوم لبقية الكتاب إلا بها. ابن عباس سماها أساس القرآن، قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. 8 الدعاء فأعظم دعاء ما هدت إليه بمبناها ومعناها وسياقها. 9 الشفاء لا تغادر خفيا ولا ظاهرا من الأمراض إلا وقتلته بدوائها. 10 العلم فكل جهالات الضالين والمغضوب عليهم ومن تبعهم سببها إعراضهم عن تلاوتها. 11 الكنز فهنيئا لمن جلى روحه وأخلاقه بنفائس علمها وجواهر أدبها وقلائد تربيتها. 12 الواقية وسماها بذلك سفيان ابن عيينة. 13 الحمد نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، فلا هي مكية ولا هي مدنية. يقول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. النحل الآية 98-99-100. ويقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أولا الآيات العقدية، الأساس بسم الله الرحمن الرحيم. 1 البسملة إخلاص التوجه والنية والقصد لله قبل أي فعل أو قول أو عمل، لا عبادة بلا نية إنما الأعمال بالنيات. فأعمال عادية يقوم بها الإنسان إذا سبقها الإخلاص والنية لله تعالى كان عليها أجر وأصبحت عبادة. فرعاية الأسرة أو العمل المعتاد أو طلب العلم أو حتى الراحة إذا سبقت بنية إخلاص التوجه والقصد لله أصبحت عبادة مأجور عليها. فالمسلم دوما في حالة عبادة في كل لحظة من في حياته، في سكناته وحركاته، لأن كل حركة يبغي بها وجه الله تعالى. وأي عمل بلا بسم الله الرحمن الرحيم هو ناقص بالضرورة، لأنه سيكون عبادة بلا نية ولا إخلاص، وإنما الأعمال بالنيات وبالقصد منها حتى وإن أدت إلى غير ذلك. الحمد لله رب العالمين. 2 الحمد لله والثناء عليه لربوبيته الشاملة للعوالم والأكوان. يقول الله في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وسميت السورة ككل سورة الحمد، وأول كلمة قالها آدم بعد خلقه الحمد لله بعد أن عطس. وسمي نبينا محمدا لأنه أفضل من حمد الله من البشر، وبحمده يهدأ غضب الله يوم القيامة ويأذن لبدء الحساب في يوم القيامة. فغاية الدين الحمد، وسميت سورة الفاتحة بسورة الحمد. الرحمن الرحيم. 3 ذكر الله بأعظم صفات الجمال، فلله صفات جمال وصفات جلال تبجيل وصفات كمال. وصفة الجمال ذو طابع أنثوي، فالله يحوي صفات الجمال وهو جميل يحب الجمال. ومن أعظم صفات الجمال الرحمة، ومن صفاته الرحمن والرحيم، وهي صيغ مبالغة من الرحمة. فيقال في الأثر أن للرحمة 100 جزء، ترك الله جزءا واحدا للبشر ليتراحموا فيما بينهم، ومنها رحمة الأمة بوليدها واستأثر عنده 99 جزءا، ورحمة الله غلبت غضبه. بقية الحديث القدسي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وعلينا أن نتخلق بأخلاق الله
وأن نكون رحيمين في سلوكنا وقولنا مع الناس، ولنتذكر من لا يرحم لا يرحم. وهنا نجد مبدأ الرحمة في العلاقات الإنسانية مطلوبا شرعيا. مالك يوم الدين. 4. إرجاع الملك والإرادة لله. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. وهي على قراءتان مالك وملك، والاثنين بنفس المعنى. فإذا كان الملك للبشر كمستخلفين لله في الدنيا، فإنه يوم الدين يعود الملك كله لله وينتهي الاستخلاف، أو يعود بالتفويض لله مرة أخرى. إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة لله وحده، والاستعانة لا تكون إلا بالله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فمن اعتمد على غيره ذل، ومن اعتمد على نفسه خزل، ومن اعتمد على الله لا ذل ولا خزل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا فل فلا قل ولا ضل ولا زل ولا مل. وكان الصالحين لا يسألون أحد، فإذا وقع منهم شيء وهم على الدابة أوقفوا الدابة ونزلوا يأخذون دون أن يطلبوا من أي أحد بجوار الدابة أن يناولهم ما وقع. اهدنا الصراط المستقيم. 6. طلب الهداية من الله لأكثر الطرق لتحقيق المطالب والحاجات الإنسانية. فأكثر الطرق بين نقطتين هو الطريق المستقيم. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومفهوم الهداية واسع نسبي. في النبي الهادي طلب منه الله أن يدعو لنفسه بالهداية، الكهف الآية 24، إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذ نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، صاد الآية 22. إذا دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. 3. المعاملات أو منهج الحياة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 7. مطالبنا هي النعمة، وألا نكون مغضوب علينا من الله أو ضالين تائهين. هناك من يرى المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم المسيحيين، ولا دليل على ذلك غير التأمل التاريخي لأصحاب هذه الديانات. إخلاص ثم حمد ثم ثناء بالجمال وهو الرحمة، والجلال وهو العدل أساس الملك. تخصيص العبادة لله وحده وطلب العون ثم الهداية التي تتسبب في النعماء. بسم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بسم الله الذي بفضله تلين العقبات. بسم الله الذي يستر بستره يستر السيئات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ماذا تعلمت من سورة الفاتحة؟ 1. الإخلاص في النية والتوجه والقصد لله أمر ضروري للعبادة التي هي سبب وغاية خلقنا، والتي في كل حركاتنا وسكناتنا وكل أفعالنا، وليس مقصورة على عبادات بعينها. 2. ضرورة الحمد. 3. رحمة الله سبقت غضبه. 4. إرادة الله وملكه المطلق موضوع يوم الدين أو موضوع تفويضي للإنسان المستخلف. 5. لا عبادة لغير الله ولا استعانة بغير الله. 6. طلب الهداية ضروري والهداية نسبية لا يصل الإنسان لمطلقها. 7. أهمية مفهوم الصراط المستقيم واتباعه.